75. خمسة وسبعين. هاي. ولسه تصرف بقى على أكل. أمال الكيلو من الكبير بكام؟ كيلو من الكبير بكام؟ الكيلو بمية وعشرة. عايزه بلديك بقول يا ماما والله بلاش دي والله العظيم ربي على ان شاء الله الله العظيم وضحشناته كله واغلى كتكوت زي الزريره كتكوت زي الوزه انا ببان هناك كده انت معاهم جوه انا ببان يعني انت معاهم جوه كده لا طب امال هتبان ازاي عايز تبان باينه لا طيب بكام الجوز ده بكام 55 حضرتك 55 اه عسل هو كده الاسعار غاليه ولا رخيصه بتاخد من وشك كده تعال تعال ودي بكام ها الكيلو بكام من دي اجيب لك كام جوز بكام النهارده جوز ب 200 والمولر ب 300 بأمانة كل حدا غني بأمانة والله بكام ده ب 200 وده ب 300 بطل كدب بقى على الصبح انت في مصر الجديده لا انا مش في مصر الجديده انا قاعده هي جمهوريه مصر الجديده لا انا قاعده في الحوامديه ارخص اسعار وارخص سوق الاسعار دي ما تتقالش عندنا عيب عيب في حقنا صح بكام بأمانة ما قلت لك ب 200 بكام يا جد بكام مش عايز يبيع الجوز ب 200 يا عم يعني ده اخره 85 75 كم دي يا عبد 125 دي ولا دي ايه العلم هو عمره اسبوع ده في مولر بوزو اسود اهو هو اسود اصلا 125 ودي بكام 85 بكام الكتاكيت دي؟ جوز ب 65 65 الجوز؟ هو بلدي مشعر دي صح؟ بلدي الهجين بلدي هجين بلدي هجين ب 65 الجو واللي تحت زيها برضو واللي تحت زيها واللي تحت برضو زيها ب 65 بيع ولا شري يا عسل؟ بيع بتبيع؟ على كام؟ ايه؟ 700 700؟ اشتريتهم يعني ولا بتبيعوا؟ لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يا احلى اخوات واحلى متابعين عاملين ايه يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسلام قبل ما نبدأ فيديو النهاردة وجولة النهاردة باسعار الطيور اللي هتنصدموا منها زي ما انا انصدمت كده لان عايز اقول لكم الارنبة اللي انتوا شايفينها دي ب 150 جنيه النهاردة الارنبة ديت هتنصدموا فعلا من الجولة واسعار النهاردة قبل ما نخش على الصدمة بقى كده بقلب جامد عايزة بس اعرف نفسي كده للناس اللي داخلة جديدة على القناة انا ندى محمد ودي قناتي اتمنى تشتركي فيها وتفعلي الجرس للكل لو لسه داخلة جديدة على القناة
قناتي روتين على السطح، روتين تحفيزي، وكمان جولات في اسواق الطيور. ان شاء الله القناه تعجبك، ما تنسيش تشترك فيها وتفعلي الجرس للكل عشان كل جديد يوصلك اشعار بيه وتقدر تشاهديه وتتابعيني. وكمان ما تنسناش في اللايك الجميل، دعم وتشجيع لاختك كده. بحبكم في الله، اللايك ببلاش يا جماعه الخير. يلا بقى نخش على اسعار النهارده اللي هتنصدموا منها زي ما انا انصدمت منها كده. يعني الديكين اللي انتوا شايفينهم دول الحمر اللي جنب بعض دول عاملين 500 جنيه. يا نهار ابيض يا ندى، 500 جنيه 500 جنيه بس. صراحه هم تقال وحلوين، بس صراحه 250 غالي جدا جدا للديك. يعني هو بالميت قوي كده، لو خلاه مثلا 170 180 190 حلو قوي، انما هو مأفور صراحه في سعر الديك. في اسعار تاني للديوك لان في احجام اقل كده من بكتير قوي في السوق، هتشوفوها ان شاء الله من خلال الفيديو. عايز اقول لكم الزغاليل النهارده يعني الحمد لله ولله الحمد كلها كانت رضيئه جدا جدا جدا، ما كانتش عجباني صراحه، وكان حجمها صغير، مش الزغاليل الحلوه كده بتاع الشهر اللي فات كده، لا يعني في عز الصيف وفي عز ان المفروض بيبقى فيه جدري والحاجات ما بتبقاش حلوه قوي في الصيف، والله كان في زغاليل احسن من كده. عايز اقول لكم ان هم الزغاليل النهارده بدات ب 90 جنيه. الارانب بقى بسم الله ما شاء الله، كان في حبه ارانب النهارده حلوين في السوق. الدكر عامل 200 جنيه، الدكر اللي هو الشغال بالحجم اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، والارنبه 150 جنيه. اي اسعار النهارده في السوق للارانب بالحجم اللي انتوا شايفينه دوت، نتايه 150 وفي 160 و170 كمان، والدكر 200 جنيه. ما شاء الله، خلاف الارانب الصغننه شويه اللي هتشوفوها معايا في نهايه الفيديو، طبعا على حسب حجم الارانب. يعني الارانب اللي انتوا شايفينها في البرنيكه البيضه ديت دي تقل شويه، يعني زي ارانب كده لسه ما بشرتش كده. الارنبه عامله 120 جنيه وب 150 الدكر. الفراخ بقى عايزه اقول لكم النهارده الفراخ كانت موجوده هي والبط بكميه رهيبه جدا جدا، بس صراحه الاربع فرخات دول الفرخه واقفه على 75 جنيه تقريبا، بس صراحه مش عارفه هو مشكوك في امرهم كده. انت لما تيجي في السوق وتلاقي حاجه رخيصه زي كده ما تفرحيش بيها، لا اعرفي ان هي فيها حاجه، ممكن يكونوا لا قدر الله بياكلوا بيض عندهم افتراس. طب اهدي علينا بس كده يا ام نور، يعني الحاجه دي نعرفها ازاي؟ احنا لسه مبتدئين، وانا واحده كده ايه لسه داخله جديد في تربيه الطيور ولسه بتعلم، اعرف حاجه زي كده ازاي عشان ما يضحكش عليا في السوق. حبيبتي لو رايحه تشتري فراخ او اي حاجه قدامك، بطايه فرخه اي حاجه قدامك كده، هتعرفيها منين ان هي صحتها حلوه؟ الحاجه تبقى واقفه قدامك كده بيبان على الحاجه، ان كانت نافشه ريشها قوي كده ومركونة على جنب كده، واقفة على جنب في السوق قدام عينك كده، اعرفي ان هي تعبانة. ان كان العرف بتاعها مش احمر وحلو كده يبقى اعرفي ان هي تعبانة، ان كان العرف بتاعها اسود او لونه غامق كده زي قلوب البشر بعض البشر اللي احنا معاشرينهم، اعرفي ان هي وحشة. جلد رجليها ما كانش بيلمع كده قدامك، وعينيها ما كانتش بتلمع قدامك وطالعة لبره كده قدامك، اعرفي ان الفرخة بتاعتك عيانة اللي انت هتشتريها. حاجات كتير جدا، وهوريكم بعض من كميه الفراخ. فرخه واحده محطوطه في مجموعه من الفراخ كده هي كشه ونفشه ريشه وتعبانه ومريضه، فهي ادام قعدت معاهم بس نص ساعه فهي اكيد عادتهم، فخلي بالك. وبالذات الايام ديت ايام هوا وايام تراب، يعني عايزه اقول لك اليوم اللي انا بصور فيه الفيديو دوت كان يوم، انتوا لو تلاحظوا ان كان فيه هوا وفي تراب من خلال الفيديو، برضو الهوا دوت والتراب اللي بيطير دوت محمل بالفيروسات، برضو بيعدي الطير حتى لو هو مناعته كويسه. وشايفين كميه الفراخ دي، دول اللي شايفين عاملين ازاي قاعدين مريحين، بس فيهم فرخه ايه اللي بشاور لكم عليها دي، الفرخه دي نفشه ريشها كده وكشه، الفرخه دي بردانه. بصي واقفه عامله ازاي، باين عليها جدا. اي حتى لو عندك حاجه في بيتك ولقيتها نفشه ريشها كده ومركونه على جنب، اعزليها بسرعه عن طيورك، لحد اديها مضاد حيوي، شوفي لو عندها سال اديها انتينال، اي حاجه لحد ما ربنا ايه يتم شفاها او ربنا يفتكرها بقى. يعني انا كده هتمنى اكون قدرت افيدكم، لان صراحه يا جماعه الحاجه غاليه ما هيش رخيصه. ما تروحيش تروحي تشتري فرخه او ديك ب 150 ولا ب 200 جنيه، هو غالي اليومين دول، ما فيش سوق رخيص. انا ايوه زي ما بقول لكم ان سوقنا رخيص وكل حاجه والمكان بتاعنا رخيص، بس اليومين دول الجو غلى، الحاجه غاليه كلها. فخلي بالك من حاجه زي كده، الحاجه قدامك تبقى زي العسل كده قدامك. وبالنسبه للزغاليل يا جماعه، في ناس كتير بتضحك عليها في الزغاليل دي، انا في ناس وقعت في كذا مشكله بسبب الزغاليل دي، ان هم ما بيفهموش فيها. الزغلول يبقى عنده الجدري تعبان، حجمه قليل وهم مزقمينه،
وبعد ما يشتروا يعرفوا كده مثلا يوروا لحد فيقول لهم، يجوا يقولوا لي يا ندى تعالي رجعوا لنا، تعالي اعملوا لنا. لا خلي عينيكم وسط راسكم كده وانتوا بتشتروا حاجه زي كده. الحاجه ماشي رخيصه، الفلوس كلنا تعبانين فيها، فخلي بالكم ربنا يرزقكم ويطعمكم جميعا ويجعل الخير والعمر في بيوتكم جميعا ان شاء الله، اللهم امين. طبعا ما تنسوش اهلنا في فلسطين، افتكرون بدعوه حلوه كده ونصلي على الرسول كده في نص الفيديو مش في بدايه الفيديو، عشان متعوده ان انا اقولها لكم في بدايه الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى. النهارده البط المسكوف، النهارده التاجر ده، التاجر اللي شفته من شويه قال لي ب110، التاجر ده قال لي ب120 جنيه الكيلو، بس ما شاء الله الذكر يوصل 6-7 كيلو. اما دول نتايتين ما شاء الله، هم حلوين بس هم حلوين يا ندى نشتريهم. البط المسكوف يا جماعه انا عايزه اقول لكم ان هو، بصي لو واحده مامتها دعيالها في ليله القدر ممكن بين كل 1000 بطاية واحدة او 2 يرقدوا على البيض. اما لو بط مسكوفي خليط على بلدي فدي 1000000% بترقد. اللي هتاخدهم طبعا هتاخد بيضهم كده لما يبشروا عندها بالبيض، وتحط البيض تحت اي بطاية عندها رقدة. طبعا ما شاء الله اللهم بارك. انا عايز اقول لكم ان هم كلهم حجمهم زي العسل كده، الكيلو ب115 وب120. ادعوا لنا كده البط اللي عندنا فوق كده المسكوفي يطلع سلاله نظيفه كده وسلاله نمبر 1 كده، والاوزان بتاعتهم ان شاء الله توصل الاوزان اللي انتوا شايفينها دي. طبعا زي ما شفتوا النهارده، زي ما قلت لكم الفراخ النهارده كتير جدا جدا جدا. الفراخ الحجم دوت الكيلو بيتباع ب110 لو حد هيبيع بالكيلو. اما الديوك لو حد هيبيع بالديك كده، هوريكم كميه ديوك دلوقتي. واحده وصلت لها الديكين ب220 مرضتش. اما الوز النهارده بقى، الوز النهارده المفروض يتعمل له باترينا ذهب كده ويتحط يتعرض فيها جنب الحاجه الذهب كده في المحلات مش في الاسواق. الوز النهارده اقل جوز وز النهارده ب700 جنيه لحد 1000 جنيه، بيختلف من اعمار واحكام. النهارده بقى شفت لكم وزيتين عسل كده خضر كده في السوق، انا عايزه اقول لكم ان انا وقفت قدامه ما كنتش عايزه اتحرك. البط دوت ما شاء الله، بصوا دكرين حلوين كده، بس زي شامورت كده زي ما بنقول، هي غالي جدا طبعا. شامورته بتقول لي الاثنين اخرهم 600 جنيه، وانت قولي في صالك يعني، هي بتقول لك 600، انت هتوصلي لها مثلا تنزلي لها 50 550، برضو غالي يعني. هي كده الواحده ب225، هما شامورت لسه صغيرين، فلما تاخديهم ب225 غالي جدا يعني. هو ممكن تسوى لها 200 جنيه مثلا، الاثنين في بعض كده ب350. البط كان كتير النهارده يا جماعه، قوي 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 قوي. شايفين حبه الارانب العسل دول بقى، دي ارانب صغننه كده، قالت لي الارنبه الواحده ب70 جنيه، الارنبه الواحده من الحجم اللي انتوا شايفينه دول ب70 جنيه بس، ما شاء الله حاجه عسل كده. انا كنت ضربه في دماغي كده ان انا اغير الانتاج اللي عندي واغير السلاله اللي عندي، لان الارانب بتاعتي مريحه. الناس اللي بتقول لي يا ندى الارانب بتاعتك من ساعه ما دخلنا على القناه مفيش ولد ليها ليه، لا انت لسه داخله جديد. لو انا اصلا ما كانش في انتاج عندي في القناه غير من الارانب، الارانب ما شاء الله اللهم بارك كانت قبل ما تفطم عيالها كانت بتبقى والده عندي يعني. لو رجعت الفيديوهات القديمه هتلاقي ما شاء الله اللهم بارك الخير والعمر كان عندي يعني من الارانب. ما شاء الله شوفوا شكلهم عسل 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 عسل. انا الست دي بقى عندها الوز الصغنن، هتشوفوه برضو هوريه لكم بوضوح دلوقتي، وعندها الارنبات العسل ديت انا ما كنتش عايزه اتحرك من قدامها. شايفين ما شاء الله، وعندها الوز برضو قالت لي ب900 جنيه ذكر وانثى. شايفين الوزتين دول مش هتصدقوا بقى، الاثنين الصغننين الخضر دول قالت لي ب350 جنيه، 349 مش هبيعهم. صراحه كان في ناس واقفه كتير عايزاهم لان هم الوحده اللي كانوا في السوق، فهي صراحه ما رضتش قالت لهم 350 جنيه بس. شايفين عسل ازاي ما شاء الله. عايزه اقول لكم ان انا زي ما بقول لكم وقفت قدامهم ما كنتش عايزه اتحرك خالص، ما شاء الله اللهم بارك. والناس اللي بتسالني يا ندى الوز بشر عند ناس كتير ولسه الوز بتاعك ما بشرش ليه، جماعه الوز بتاعي انا مشترياه في اخر الموسم يعني، هو اصلا كان خارج اخر الموسم يعني، كان خارج على شهر 12 كده يعني، مش هيشتغل عندي غير الشهر ان شاء الله اللي هو هيبتدي ده شهر 12. فادعوا لنا كده ربنا يكرمنا ويطعمنا منهم كده ان شاء الله. وبرده في خلال الفتره ديت انا حاسه ان الدكر، ان النت عندي هيشتغل قبل الدكر والله اعلم برده، فانا برده هبدا افحص الدكر بتاعي، ولو كده ممكن استعير كده دكر من عند ناس قرايبي كده، دكر كبير يعني شغال بقاله كام سنه، اجيبه لهم مؤقتا. وينفع عادي ان انا اسيب الدكر الصغير ده موجود واجيب الدكر الكبير عادي جدا يعني يا جماعه. الوز مش زي البط،
ما شاء الله اللهم بارك. عندي انا قست الوز بتاعي ما شاء الله فاتح ايراتين، يعني هو هيبدا يشتغل عندي فعلا الشهر اللي هيبتدي ده ان شاء الله. عايزه اقول لكم الرومي النهارده بقى كان بالكتير قوي كانوا 7 روميات ذكوره على نت موجودين بس في السوق، الكيلو كان ب 150 جنيه. النهارده كله سعر موحد، كان في السوق 150 جنيه سعر الرومي. بس بقى لي فتره كده صراحه ما بشوفش وز صغير رومي صغير في السوق. او ده الكتاكي الديوك اللي بقول لكم عليها، واحده وصلت لها الديكين ب 220 يعني الواحد ب 110، فهي ما رضتش طبعا، قالت لها اخره 140 جنيه الواحد يعني 280 جنيه. بس صراحه ضعاف يعني، هو صحتهم شايفين اصلا باين من العرف بتاعهم، العرف بتاعهم بصوا ما شاء الله محمر جامد ازاي وشكله باين عليهم صحتهم حلوه، بس ضعاف يعني خفاف في الوزن، لو اتوزن هيبقوا خفاف. الوز ما شاء الله زي ما قلت لكم النهارده بادئ معاك من 700، وكان فيه ب 800، وكان فيه ب 900، وكان فيه واحده عرضه بتوعها، بس ما شاء الله دول حاجه ما شاء الله اللهم بارك شغالين بقالهم كام سنه وحلوين وفاتحين للبيض. خدتهم على 1200 بس صراحه ما لحقتش ان انا اصوره. عايزه اقول لكم البطيه دي بقى ما شاء الله، عايزه اقول لكم ان هي تسوى زي 130 جنيه ما شاء الله، فاتحه ايراتين للبيض. بس وقفت واحده فطست بيها الارض هي والدكر اللي يعني الدكر والنتايه اللي في ايديا دول. واحده قالت لي خدي يا ام نور افصليهم لحسن التجربه، واحده واقفه بتقول لي قالت لها الدكر ب 100 جنيه. شو انا ما شفتش دكر بط بقالي جي كام شهر من ساعه ما الحاجه بدات تغلى، ما شفتش دكر بط ب 100 جنيه. وما شاء الله الدكر حرف احمر وحلو، يعني على ما البطيه تبدا تبيض هو هيبدا يشتغل ويكسر، بتقول لها ب 100 جنيه. صراحه انا اصطدمت وانا اقفل، انا صراحه بما يرضي الله السكت عن الحق شيطان اخرس. انا قلت لها اتقي ربنا، انت لو عندك انت مش هتبيعي بال 100 جنيه، انت قولي كلمه بما يرضي الله في الذكر والنتايه اللي انت شايفاهم دول وخديهم، والله اكبر هيملوا لك السطح ويعمروا لك السطح. من هنا لينا راحت قالت لها النتايه ديت ب 90 جنيه والذكر ب 100 جنيه. صراحه يعني النتايه كانت من واحده والذكر كان من واحده، وهي قالت هاخد الاثنين، وقفت الاثنين وبتخلص في الاثنين. فصراحه بيسالوني قلت لهم لا حرام، يعني انت لو هتبيعها ب 90 جنيه لا انت خليها على السطح عندك احسن، ادام عندك ذكوره وخليها هتبدا تشتغل وتبيض وترد وهتطلع لك ما شاء الله الخرج بتاعها. هتبيعي بس الجوز لو عمر يوم ب 60 جنيه، الواحده ب 30 او ب 40 جنيه كمان. فصراحه قلت لهم لا البيعه دي، وقلت اللي هي كانت هتشتريهم دي زوديهم شويه واخديه، يعني حتى الذكر مثلا ذكر عشان شامورت كده ولا حاجه لسه، يعني هو مش شامورت كمان كبير نص عمر كده يعني يشتغل عندها بعد شهر ولا حاجه، وصليه مثلا ل 160 170، والنتايه اخديها ب 130 حلو. الوز زي ما قلت لكم دول عاملين 900 او 850 تقريبا. الفراخ النهارده كان في فراخ كتير حلوه وكان في فراخ كتير تعبانه، بس عايزه اقول لكم ان كان الجو هوا. انصحكم يعني كل اللي بيسمعني وخد حاجه من السوق دوت، كل الناس اللي عارفاني اي حاجه تاخدوها من اي سوق، حتى الجو هوا مش الجو هوا ساقعه مش ساقعه، اي حاجه تاخدوها لازم تعزلوها 3 4 ايام كده اقل حاجه اسبوع في مكان لوحدها، واول ما تاخدوها كده تزقموا كل حاجه كده في الصين توم وتحط لهم في الميه مضاد حيوي، وتاني يوم تزقمهم برضو كل واحده برشامه مضاد حيوي كده لحد ما تشوفي ايه، حتى لو هم جايين بفيروس او تعادوا من حاجه في السوق فانت عزلتهم اسبوع عن طيورك وما دخلتيش حاجه عن حاجه. فخلي بالكم يا جماعه من الحته دي بالله عليكم. البط زي ما قلت لكم ما شاء الله كتير النهارده جدا جدا، اما البط اللي هو الشرشر دوت الاثنين هي كانت بتقول ب 300 جنيه، يعني الواحده ب 150 جنيه، بس الصراحه ضعاف جدا جدا. انا البط الشرشر ده ولا بشتريه كتاكيد ولا بشتريه كبير صراحه، ما دخلتوش بيتي خالص ومش هدخله يعني الحمد لله. خلينا في المسكوف والمولر انضف انواع البط لو هتشتري وتربي للحم، اما للتربيه كان النهارده في بط كتير مخلط مسكوفي على بلدي، وكان في بلدي كمان كتير النهارده. الذكر اللي انتوا شايفينه دوت قالت ب 300 جنيه، اما النتايتين ما شاء الله النتايه قالت ب 200 جنيه، بس يعني لو وصلتيها 150 ولا حاجه فهي كانت هترضى الاثنين ب 300. الفراخ الفرخه اللي انتوا شايفينها اللي بتبيض قالت الفرخه ب 150 جنيه، وفي ناس كانت بتبيعها ب 130، لان في ناس خدت واحده خدت فرختين قدامي ب 260 جنيه. يعني انت التاجر بيقول لك في اسعار بقولها لكم من بق التاجر، وفي اسعار اتباعت قدامي بكذا، فانا بقول لكم اللي اتباع قدامي بكذا واللي اتقال قدامي بكذا. يعني هي قالت ب 150 خدت الاثنين ب 260 جنيه، الفرخه ب 130 جنيه، فهي حلو برضو هتعزلهم. يعني انت حتى برضو لو عندك فراخ ما يعني بص ما تسترخصيش فيهم حاجه وتقولي لا ده هما فرختين مش مستاهلين ان انا اعزلهم في عشه، لا اعزلهم في عشه مستاهلين. لو فرخه واحده اعزليها لوحدها يومين ثلاثه اربعه كده زي ما بقول لك، لو اسبوع كمان
تستخسرش وخليها لوحدها ما شاء الله اللهم بارك. النهارده ما كانش فيه وز صغير خالص غير الوزتين اللي انا وريتهم لكم، بس ما كانش موجود خالص في السوق. حتى انا كمني رحت متاخر شويه فسالت، بقولت يعني هو كان فيه بط ووز كبير صغير تاني في السوق؟ قالوا البط الصغير ما كانش موجود كتير صراحه، وواحده خدتهم كده شروا على بعضهم، نقت اللي في السوق وخدتهم ومشيت. تقريبا هي تاجره وهتروح تبيعهم في سوق تاني يوم الاربعاء تقريبا. اما الوز ما كانش فيه الا الوزتين اللي انا صورتهم لكم. الرومي زي ما قلت لكم، الرومي النهارده ب 150 جنيه بس، ما شاء الله الذكر والنتايه دول حلوين لسه على وش شغل كده، ما اشتغلوش يعني ما شاء الله. وكمان البطايه شايفين البطايه اللي في الوش دي، دي بطايه خليط مسكوفي على بلدي، دي حلوه ما شاء الله اللهم بارك. اللي تاخدها كده الخرج بتاعها يبقى زي العسل، لان هم اصلا حجمهم حلو، هم صغيرين بصي لسه في بعض الريش الاصفر فيهم ازاي، وحجمهم حلو ما شاء الله، دول واكلين ومتربين مصروف عليهم يعني من الاخر كده. الزغاليل النهارده بدات من 90 جنيه لحد 120 جنيه على حسب الحجم. وفي نهايه الفيديو هوريكم حبه كده اتاخدوا كلهم على بعضهم ب 90 جنيه بكبير بصغير، لان الزغاليل النهارده للامانه ما كانتش حلوه. اما الحمام بقى اللي هو الكبير الشغال صراحه ده اللي ما لحقتوش، بيخلص بدري في السوق، بس سألت قالوا النهاردة كان غالي، النتاية كانت عاملة 40 والدكر 50 يعني الجوز 90 اللي هو البلد يا جماعة اللي كنا بنجيبه. النتاية أنا البيضة اللي عندي اللي شغالة فوق ب15 جنيه والله، لو تراجعوا الفيديوهات وتفتكروا الناس اللي متابعاني عارفة ان انا جايباها ب15 جنيه والدكر بتاعها ب25 جنيه، فهي الحاجة غليت يا جماعة ب80 او ب90 الجوز، واللي هو البلدي بلدي او ممكن بلدي على جمعيات. ذكر الوز دوت ب550 جنيه، الارانب دي ما شاء الله ب150 وب140 ما شاء الله اللهم بارك. زي ما قلت لكم البطه النهارده كان كتير، اللي باع بالكيلو باع على 125، والنتايه كانت عامله من 130 اللي هي شغاله او هتشتغل من 130 لحد 150. حبه الفراخ دول بقى ما شاء الله، انا عايزه لكم ان هم حلوين، هم بلدي هجين كده على بلدي مشعر. هي ما شاء الله قالت لي الجوز ب80 جنيه، بس صراحة انا شايفاها ان هم صغيرين قوي، يعني صغيرين قوي على 80 جنيه، غاليين يعني غالي 80 جنيه، يعني واحدة ب40 جنيه حرام والله. يعني انت لو نفسك ان انت تربي كتاكيت زي كده انصحك نصيحة من اختي، يعني ان هم هاتيهم حتى لو قلت سعر الكتكوت غالي، لا ما لو سعر الكتكوت غالي بالنسبة للحجم اللي انت شايفاه دوت الواحدة ب40 جنيه، لا فانا اجيب كتاكيت احسن وربي كتاكيت. انا عايزة اقول لكم بقى ان انا اتصدمت من الحاجة ديت، ماسكة شايفين بس انا معلش بقى دريت وشها، ماسكة زغلول وعمالة تزقم في بقها كده دورة شايفين، ومستنية كمان واحد يعني في انا مش عارفة ناس شافتها بتزقم ازاي واخدة الحاجة ماسكة بتتفرج عليها، انا مش عارفة ازاي يعني. فربنا يهديهم ويصلح حالهم يعني ويرزقهم بالحلال. اما الفراغ دي ما شاء الله بصي هي فراغ حلوة ما شاء الله كده شهرين وتبدأ تشتغل عندك بسم الله ما شاء الله. بس هي قالت لي الجوز ب160 جنيه، انا بقول لها يعني الواحدة عاملة 80 جنيه، قالت لي ممكن اديك الجوز على 150، يعني انا نزلت لك 5 جنيه في كل فرخ. انا عايزه اقول لكم ان الفراخ النهارده اسعارها غاليه جدا جدا، والوز النهارده غالي جدا جدا جدا. او دول حبه الزغاليل بقى اللي قلت لكم عليهم، هم فيهم كام واحده كده حجمهم حلو والباقي كله بصوا ايه صغننين قوي جدا. ده واحد كده خدهم كلهم على بعضهم كده الكبير في قلب الصغير ب90 جنيه الجوز، الحجم اللي انتوا شايفينه ده كل ده والكميه ديت ب90 جنيه الجوز ما شاء الله، لان شايفين بصوا صغننين قوي، شايفين اللي هي البيضه اللي بتتحرك دي صغننه جدا. بسم الله ما شاء الله، يلا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بسم الله بسم الله ما شاء الله اللهم بارك ما شاء الله. الزغاليل هي بقت تطلع لوحدها، استنى اسد لكم الشمس كده عشان تعرفوا تشوفوا، بقت تطير لوحدها ما شاء الله تطلع على الصفايه. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. طمنا على الحمام قدامه ميه واكله مش هحط صراحه. بسم الله ما شاء الله. بصوا من الاخر كده يا جماعه للامانه انا مش عايزه اطول معاكم الفيديو بتاع السوق دوت او الروتين اللي هكمله عنده الطيور دوت، لان للامانه احنا الباقه بتاع النت في اخر الشهر كده والتحميل بطيء جدا جدا جدا، فعشان الحق احمل لكم الفيديو واظبط لكم الفيديو كده فمش هطول معاكم، هنطمن على طيورنا بس كده. بسم الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله اللهم بارك
اللهم بارك. بسم الله. عايز اقول لكم ان الفكره بتاع الصينيه دي حلوه، بس برضو ايه، طلعت لقيتهم مبهدلين الدنيا برضو ميه بالليل، رحت استعنت كده بالفرش اللي عندي، القماش اللي عندي دوت، وحطيته له. ان شاء الله هو الاكل ده، بس عطشانين عشان كده ايه بنحب نطلع لهم الصبح بدري، وببقى نازله والله من عندهم الساعه 12 بالليل، فربنا يكرمنا يعني ويرزقنا على قد تعبنا كده ان شاء الله. اه ما شاء الله اهو، استنى نشيل بس كده عشان تشوفوا. بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. انا شايفه ان في احجام حلوه. بسم الله ما شاء الله. تعالى اخ تعالى ما شاء الله. اللهم بارك. بسم الله بسم الله ما شاء الله. وادي البطايه مولر بتاعتنا، بصوا هي راسها عاليه، اعلى واحده فيهم ما شاء الله اهي، شايفين ما شاء الله، انا شايفه حجمهم ما شاء الله. اللهم بارك. كويسه وتمام. انا هغير الفرشه كده، انضفها الاول قبل ما احط لهم الميه. هم قدامهم اكل اهو، هزود بس حبه اكل، بس هنضف الفرشه دي كلها واحط لهم شويه نشاره نضاف كده، واجيب لهم الميه وارجع لكم على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. بص انا طبعا انا نضفت السلكه من فوق، لقيتها زي ما انتم شايفين كده برضو مترنخه شويه كده، كده عندي عين فاضيه في السلاكه، قلت بالمره اريح الدوايه واريح اللمبه، وتحت كان متنضف، فرشت لهم الفرشه ونزلتهم بالميه بالاكل تحت كده زي ما انتم شايفين، ونضفت فوق قلت اسيبه يتهوى ونريح السلوك بتاعتنا، يعني حبه هنا وحبه هنا ما شاء الله. اللهم بارك. بسم الله. ايه ده انت بتعرج؟ استنوا كده عشان احسه بيعرج كده مني. اه تصدقوا النهارده الجو شمس وحلو، الجو مش هوا ولا ساعة زي امبارح. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. عارفة ان انتوا عطشانين، عشان صراحة لما طلعت بالليل مرضتش ازود مية. بصوا انا بشوف اي حاجة مقلوبة زي كده بقلق. لا الحمد لله مفيش حاجة مقلوبة تحته. ساعات لو عندك حاجة زي كده تخلي بالك، ممكن تتقلب على كتكوت ولا اي فرخ، فخلي بالك يعني من حاجة زي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نسيت اقول لكم ان انا حطيت للبط الصغير وللبط الكبير ده برضو مضاد فيروسات في المية. ما شاء الله اللهم بارك. بسم الله. بص اول ما الشمس بص بتخش العشة كده شايفين ما شاء الله اللهم بارك. بصوا بيريحوا فيها ازاي. ما شاء الله اللهم بارك. بسم الله. انا حطيت حبه ميه كده هم في البلاستيكيه ديت، وقالب الطوب نحط لهم برضو مضاد فيروسي فيه اهو. ما شاء الله اللهم بارك. بسم الله. ما شاء الله. تعالوا بقى انتوا اشربوا هنا، تعالوا اشربوا هنا ما شاء الله اللهم بارك. بسم الله بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. يا جماعه بقى ايه، حطينا لهم ميه واكل والدنيا تمام كده، مش عايزه اطول اكتر من كده زي ما قلت لكم عشان الفيديو يلحق يحمل. ما شاء الله اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك.
هملا لهم ميه انا بقى كده، وهزود لهم دشيش على رده، وهنسيبهم بقى عشان نختم معاكم فيديو النهارده. حبايب قلبي، اتمنى الفيديو كده كان خفيف على قلبكم وعجبكم ونال رضاكم. لو عجبكم فيديو النهارده وجوله النهارده، يا ريت ما تنسوناش في اللايك، اللايك ببلاش يا جماعه الخير، وكمان ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس للكل. اشوفكم فيديو جديد، مع السلامه.